للجنة في امتحان الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة أسيوط. أهو خد قلة مع اللجنة، قلتين. القلة طبعا تعبير عن اكسر قلة، يعني خلاص بقى، يعني ايه لما تيجي عاوز تتخلص من شيء او تكون فرحا بالتخلص من شيء بتكسر وراء قلة. ده في موروثنا الشعبي. لكن هنشوف هو عمل ليه كده. معايا شارل جابر، طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة أسيوط. شارل أهلا بيك. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير. خدت قلة ولا قلتين؟ لا، هي قلة واحدة، الثانية كسرتها على شروط السكة الحديد واحنا طالعين من أسيوط. انتوا خلصتوا امتحانات خالص؟ نشكر ربنا. يعني ده اليوم الأخير يعني؟ ده الأخير. فانت كسرت قلة على شريط السكة الحديد اللي هو بالنسبة لك يعني وسيلة الانتقال، وكسرت قلة في اللجنة؟ ربنا. لا، القلة كسرناها بره، يعني بره الجامعة. انت هنا بتكسرها قدام الكلية. لا، دي الصورة بس. دي الصورة. بس انت خدتها معاك اللجنة. طبعا. ما خدت، حطيت قلة قدامك في اللجنة. كنت خدت زير يا شارل وخلصتنا وخلاص. لا، ما زير ان شاء الله بعد الدراسات العليا لو ربنا كرمنا. بس هو معلش سؤال، يعني هو ما كانش ينفع المداخله دي بعد النتيجه؟ هو انت متخيل انهم هيقولوا هاتوا الطالب بقى بتاع القله ده سقطوه؟ لا، مش تحصل. ما اعتقدش يا شارل يعني. لا لا، انت بتلجا لموقف يعني ما في دعابه يعني. صحيح البعض ممكن يتعامل معاه يقول شوف وصلنا لايه، انه الناس بدأت تسخر أو تستهزأ، بس أنت عايز تقول يعني إن أنا يعني خلصنا سنة يعني فبكسر قلة وراها. نشكر ربنا. هي الدكاترة أو المعيدين أو المرعبين بصفة عامة كله أخذ الموضوع يعني بصدر رحب، ما كانش فيه يعني أي قصد للإهانة سواء للكلية أو لأشخاص معينين. يعني الهدف كله كان دعابة اولا واخيرا. لا، وانا ما اعتقدش ان حد يعني اللي عايز يعاقبك على هذا الموقف، انما ما يعاقبكش في ورقة الاسئلة او في الامتحان. يعني لو هذا الموقف يقتضي عقابا، لكن طالما ان الناس تقبلته واحنا عايزين نضحك الحقيقة، بعيد عن كابوس الامتحان ده. الامتحان اصبح كابوسا سواء في الجامعات في الثانوية العامة. فانت يعني قلت تعمل لقطة دي، وخدت انت سيلفي مع اللجنة مع القلة مع الكرسي بتاعك او اللي انت هتقعد عليه. لان المعيدة مرضتش تصورني. المعيدة رفضت تصور. انت رايح رحلة يا شارل، ده امتحان. نشكر ربنا. هي كانت الفكرة كلها في غلب 4 سنين او 17 سنة تعليم، يعني كانت لقطة حلوة مش ازيد يعني. ما فيش حد يمكن انه يحاسبك على اللجوء للابتسامة والطرافة طالما انه ما فيش فيها استهزاء ولا استهانة بحد. القلة بقى كسرتها ليه على شريط السكة الحديد؟ لان احنا يعني اسيوط جواها خنيق شوية بس مش ازيد يعني، مع انها بلد حلوة. وانا مبسوط ان انا اولا انتميت لكلية الحقوق بصفة عامة، وبصفة خاصة كلية حقوق جامعة اسيوط. طيب شارل، بشكرك، وزي ما شفتوا يا جماعه احنا تجاولنا معاكم مستشفيات، مراكز شرطه، صفحات حوادث، فخدنا شارل شويه الى اضحك مع الامتحانات كويس، قلل ونضحك مع الامتحانات بدلا من بدانا الحلقه بانتحار ومحاولات انتحار وبداناها بجلطات ومحاضر في اسام الشرطه. الحادث اللي حصل في الولايات المتحده الامريكيه